بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذه الحلقة يقول: سمعت أن في السحور بركة، فما هي بركة السحور؟ نقول وبالله التوفيق إن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور، بمعنى أنه عندما يحين وقت المغرب ونتأكد من دخوله فمن السنة أن نقطع أثر الصيام بشيء يجعلنا نخرج من الصيام إلى الفطر، ومن السنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر مع أصحابه يوما، فقاموا إلى الصلاة بعد السحور، فسئل هذا الصحابي: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. يعني عندما فرغوا من السحور كان يبقى من الوقت ما يسع قراءة 50 آية. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكلمة سحور تنطق بضم السين وفتحها، يعني السحور والسحور. السحور هو ما يقع في وقت السحر من تهيئة الطعام، أما السحور فهو الأكل نفسه كالوضوء والوضوء، فالوضوء عملية غسل الأعضاء، أما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. فمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، إذا أخذناه على الضم فمعنى ذلك أن وقت السحر وقت مبارك تتنزل فيه الرحمات، ويكون محل الاستجابة من عباد الله عز وجل، حين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى مطلع الفجر. فهذه هي بركة السحور. إذا فسرنا السحور بالفتح بمعنى أن أكلة السحور، يعني الأكل في هذا الوقت، يساعد على تجديد نشاط الإنسان ويمده بطاقة تساعده على العمل أثناء اليوم. وبالتالي فبركة تناول الطعام قرب الفجر أنه يمنح الإنسان قدرة على النشاط وقدرة على الحركة، لكن إذا أكل في وقت مبكر من الليل طلع عليه النهار وهو قد يكون جائعا فيتكاسل عن عمله. والإسلام حريص على أن يكون الإنسان نشيطا ويمارس عمله بإخلاص وإتقان، ويعمل العمل الذي يرضاه الله عز وجل. فنحن في حاجة إلى أن نحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين.